president. This sucker's quick. How's it drive? But I think if we're going 0 to 60 in about 4.3. قبل كم يوم ظهر شركة فورد سوت رعاية للرئيس الأمريكي جو بايدن لأنه جرب سيارتهم الجديدة الكهربائية وعجبته. أتذكر قبل سنتين شفت تجربة لهاي السيارة وهم دي يطورون بيها. Is it gonna work? It's doing it. We're going. It's doing it. I can definitely feel the weight more with the 42 trucks in. That is unbelievable. Built more tough. So now we're at 1.25 million pounds. Yes. السيارة التجريبية سحبت مقطورة وزنها 500 طن. نعم 500 طن. مليون باوند. وبعد الإعلان عن السيارة هذه صعد سهم فورد تقريبا 10% بعد الإعلان عن سيارة كهربائية جديدة إلى تقريبا 13 دولار وكسور. أي 13 دولار فقط. عمر شركة فورد 120 سنة و 13 دولار ونص أتصور، هذا أتصور يعني أعلى رقم وصلته خلال هاي السنة أو يمكن ثاني أعلى رقم خلال آخر 3 أشهر. وإذا تريد تشتري سهم فورد تقدر تروح على منصة إيفست. الرابط موجود جوا بالدسكريبشن وكل المعلومات اللي تريدوها على المنصة تلقوها هناك، وممكن أيضا تبدي بحساب ديمو وهمي وتاخذ 25 ألف دولار أتصور افتراضية وتجرب تبيع وتشتري بيها على مود يعني تتعلم وتتدرب، وبعدين من تقرر يعني انه صار عندك ثقة بنفسك انه تقدر تشتغل بفلوس حقيقية تدخل. البارحة اعلنوا رسميا عن السيارة الجديدة من شركة فورد F-150 Lightning. اذا انتو عندكم واهس بالسيارات من محبي السيارات ما ادري اذا تعرفون، بس البيك اب تروك هاي الـ F-150 حاليا هي من اكثر السيارات مبيعا بامريكا، يحبوها الأمريكيين جدا وصار لهم عقود رقم واحد بالمبيعات. An electric truck that can match the ambitions of this nation. That can haul on both ends. That shows up to the job site with an extensive resume. That can help build your house. قبل 10 سنين كان عندي سيارة شبيهة لها اسمها أفالانش من شركة جنرال موتورز، اتصوروا او يعني وقفوا انتاجها رغم انه كانت يعني من يعني افضل السيارات عندي بالسياق او بالطريق، يعني واحد يحس نفسه انه اعلى من كل الناس. بس شركة فورد F-150 هي الرائدة بهذا النوع من السيارات بالسوق. أيضا شركة فورد تريد تدخل بقوة لعالم سيارات الإيفي، السيارات الكهربائية، لأنه هذا هو المستقبل. قبل هاي السيارة أعلنوا أيضا عن الموستانج ماك إي اللي أتصور كلكم تعرفون ماركة الموستانج شركة فورد، وهذه موستانج كهربائية. أيضا أعلنوا عن فان أتصور. فشوفوا أي شركة سيارات حالية ما تريد تدخل مجال السيارات الكهربائية راح تفلس عاجلا أم آجلا. هذا تصريح أني مستعد يعني أقف وراءه بثقة شديدة. إذا تتذكرون تسلا أعلنت عن السايبر تروك، البيك أب الغريبة الشكل واللي قسم اعتبروها مضحكة وقسم اعتبروها لا والله رائعة، والكل تنتظر إعلان عن موعد التسليم لتسلا لهاي التروك. صار أكثر من سنتين ينتظرون وناس حاطين فلوس للحجز وماكو أي شيء. أنا ما حاط شخصيا فلوس عليها وما اعرف اذا هي سيارة تستاهل او لا، وايضا من راح تنزل ما اتصور سعرها يكون مثل بالاربعين الف دولار مثل ما يقولون، اتصور تكون اكثر هواية. فورد بالجهة الاخرى اعلنت انه ممكن تسجل على سياراتهم، جتهم 20,000 تسجيل على السيارة، وانه حينزلون سيارة السنة القادمة 2022 ربيع 2022 سعرها يبدي من بين
$39,000 إلى $90,000 طبعا حسب المواصفات. أكو سيارة أخرى تكلمت عنها بحلقة الأخرى اسمها ريفيان أيضا بهالفترة ممكن تنزل. ما واضح شلون يتعامل السوق ويا أسهم هاي الشركات من تنزل، وكل واحدة يعني إلها مميزات. خلينا نقارن شوية بين سايبر تشوك من تسلا وفورد لايتنينج، الفورد F-150 لايتنينج. التسلا ما حد يعرف شوك تنزل، صار لهم سنتين يتكلمون عنها. فورد لا طمع قال سنة جاية تستلمون. التسلا شكلها غريب والناس ما متعودة عليه، واللي عنده F-150 بأمريكا ما راح يشتري هاي السيارة بشكل عام خلينا نقول، لأنه يعني تعرفون منه دول عندهم F-150 هم الريفيين الجنوبيين أكثر شيء، اللي ما يحبون الشكل الغريب هذا التسلا، يحبون شيء هم متعودين عليه، فشيء كلاسيكي. وهذا موجود وين؟ سيارة الفورد. وفورد طبعا اسم مربوط ببداية ثورة السيارات بالقرن الماضي، ومربوط باسم أمريكا. وهنري فورد بداية القرن الماضي يعني اسمه مربوط بجعل السيارات تنتشر بأمريكا والعالم كله. المهم السيارة هاي كلاسيكية الشكل بلمسات حديثة، مثل خلينا نقول الشاشة الضخمة الموجودة اللي مثل سيارات تسلا. سيارة تقدر تربطها ببيتك وتعطي كهرباء للبيت لأيام مثل ما يقول مديرها، يعني مولدة جاهزة عندك، طبعا لازم تكون مشحونة. ولقاء مدير الشركة ويا احدى القنوات جاوب على مجموعة من الأسئلة. And you know the chips we use in these vehicles is very complicated. We have hundreds and hundreds of them, and we tend to use the 22 nanometer and bigger chips because our requirements are different than your phone. our trucks have to work at 40 below in the North Slope of Alaska, so we tend to use those older feature set chips, and that's not the capacity is going in. You hear all these big announcements on chip capacity, those tend to be the smaller, more advanced nodes, and we use a lot of those but not all. يقول موضوع المعالجات يمكن ما يأثر بفورد لأنه ما يستعملون نفس المعالجات المعقدة اللي بيها شحة، يستعملون معالجات أقدم لأنه هالمعالجات الصغيرة ما تتحمل الأجواء اللي سيارات F-150 تريد تشتغل بها، يعني حر شديد وبرد شديد، ذلك ما يتصور انه حيتاثرون بالشحه مال المعالجات. Well, you're spot on. It does take less labor, about 30% we think, because the vehicle is just a lot simpler. But on the other hand, we're vertically integrating to offset that labor tail. So we're going into this battery production in large scale. Those are new jobs. وعن موضوع الايدي العامله اللي ممكن تفقدها الشركه، لان السيارات الكهربائيه ما تحتاج نفس العماله مثل السيارات الحاليه. قال هذا صحيح، بس احنا دا نفتح معاملنا الخاصة للبطاريات. بهالحالة انت تحتاج عمال لهذه المعامل، اذا خسرنا عمال بهذا الجزء حنضيفهم غير مكان. When do you expect you'll stop making the internal combustion engine version of the Ford F-150? We'll do that when customers choose to do that. You know, we have the option, we have a lot of flexibility. You know, that's why we got the price down to $39,000 to make it affordable. We want to lead this electric revolution, but we have a lot of customers who drive 600 miles a day. You know, electric just not going to work for them. لما سألوه عن الخط اللي يستعمل البنزين، مشتقات النفط خلينا نقول، السيارات الحالية إذا يتوقف هذا مستقبلاً، قال ما يتوقف إلا إذا المشتري قرر هذا. قال عندنا ناس يسوقون السيارة 600 ميل باليوم، وهذا ما ممكن بدون شحن بالسيارات الكهربائية، لأنه هاي السيارة مفروض مداها 300 ميل، يعني تقريبا 500 كيلومتر. يعني كل سيارة لها مشتري خاص حاليا، وإذا طلب قلع السيارات الحالية نقول البنزين ممكن يتغير الإنتاج. الشركة بيها مرونة هواية لأن يعني شركة قديمة وعندهم معامل. بالمقابل بنتقارن مع تسلا، تسلا عندهم ميزة القيادة الذاتية، وفورد ما عندهم هذا الشيء. تسلا الداشبورد مالتها فارغ بس بشاشة، فورد بيها دقم هواية وبيها شاشة أيضا. أنا بصراحة أشوف شكل الفورد الداخلي يمكن شوية كلاسيكي زيادة عن اللزوم، وبالمقابل شكل تسلا شوية ممل زيادة عن اللزوم. لما يجي سهم الفورد فكر بيها، سعرها $13 تقريبا، بينما تسلا بين 500 و700 حسب السوق. فأنت شتري تسوي؟ تتوقع هذا الإعلان يدفع
سهم فورد للارتفاع أكثر. ميزة فورد أنه عمرها 120 سنة. ميزة أخرى أنه عندهم البراند نيم المعروف موستانج كلنا نعرفها، F-150 كلنا نعرفها. هذول عندهم زباين، عندهم ولاء لهاي الأسماء، أسماء يعرفوها، وهي سيارات مجربة. فلما تقول هي نفس الشيء بس كهربائية، مو صعب تقنع واحد أنه يشتريها، وهذا ممكن يدفع نجاحهم. تسلا بالمقابل مهما تكون معجب بيها، وأنا جدا معجب تسلا، بس هو اسم جديد، ما عندهم أحد مجرب السايبر تراك. شكلها غريب، مو كل واحد يحب يسوق سيارة مثل هذه، يعني تجذب الانتباه. عندهم تقنيات مو موجودة بغير سيارات، أوكي، بس أيضا سهمها 500 إلى 700 دولار، ورغم أنه عندي سهمها وأتوقع لها أنه تصعد بالمستقبل، بس بالمقابل عندك سيارات راح تنزل من مثلا شركة مثل فورد، الاسم المعروف، وسيارات معروفة بأمريكا والعالم، وسهمها 13 دولار. اليوم تكلمت مع صديق النضال السلبي حسنين، وقال له خيروني أشتري سايبر تراك من تسلا، واني رغم أنه أنا أحب تسلا، قلت بعدني ما مقتنع بيها. حاليا أخذ الـ F-150 Lightning. بس هو كان قبل ما أتكلم عن فورد وسهمها، قال أنا اشتريت أسهم فورد قبل أيام، واشتريت خطوط طيران أيضا، أسهم خطوط طيران. قلت له خطوط طيران؟ أوف، عشان فاتتني.